يقص له ما حدث ثم ينتظر الحكم من الشيخ، لأن الطلاق مهمة ولا يجوز فيه النيابة. تمام. طيب أخذ هالة كمان. أستاذة هالة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا حضرتك. الله يحفظك ويبارك في عمرك يا رب. بسلم على حضرتك وعلى فضيلة الشيخ. سلمكم الله من كل سوء ومكروه. لو سمحت أنا بسأل، إن في بيت والدي إحنا بينين زاوية تحت، فحاليا الزاوية دي مقفولة. معلش الصوت مش واضح شوية. بسأل حضرتك، إن إحنا في بيت والدي بنين زاوية. في بيت والدك إيه يا فندم؟ سامعني حضرتك؟ بنين زاوية، تمام كده. الزاوية دي حاليا مقفولة مش مفتوحة. وحاليا معظم البيوت اللي في نفس الشارع لإخواتنا المسيحيين، فالزاوية مقفولة. فماما دلوقتي بتقترح اقتراح، الله أعلم هو صح ولا غلط، إن هي عايزة بدل قفلته إنها تأجره مخزن، وحق الإيجار دوت يروح ل مستشفى دار ايتام حاجه زي كده بدل قفلته. فهل ده يجوز او لا يجوز؟ طيب هو يعني احكي لي شكل الزاويه دي ايه، معلش، فوقيها ايه، شكلها ايه؟ لا فوقيها شقق عادي، ثلاث ادوار شقق، بس هي تحت زاويه كانت مفتوحه من فتره كبيره واتقفلت. السبب وايه سبب اغلاقها؟ الدكتور بيسالك ايه سبب الاغلاق. ان مسكنا كذا واحد يجي يمسكها ويسيبها، يجي يمسكها ويسيبها، مفيش حد مستقر ان نلاقيه. لكن ما فيش اي مشاكل تانية بخصوصها يعني، بس مجرد انتم مش لاقيين لها حد يتولاها يعني. وان معظم السكان اللي في نفس الشارع اخواتنا المسلمين. طيب حاضر، عناية. فهل يجوز اللي ماما عايزه تعمله ولا لا يجوز؟ حاضر، فتحتي لي عده اسئله ممكن افتحها مع استاذنا الدكتور. حاضر، اشكرك. حاضر. طيب الاول كنت عايز ليه بسالها على شكل الزاويه، هو مواصفات بناء المسجد ايه؟ يعني هل ان برضه الحته دي هل بيبني فوقيه ولا ما بيبنيش فوقيه؟ هل المفروض فوقيه يبقى منه للسماء ولا ايه يا دكتور؟ دي بعد كده نخش في بقيه الاسئله. هناك جامع وهناك مسجد. كويس. المسجد ده مكان للسجود. فاي مكان للسجود يطلق عليه مسجد. لكن الجامع اللي هو بيصلى فيه الجمعه والجماعات. هذا المكان يصلي فيه الجمعة والجماعات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم. الرفع هنا رفع حسي ومعنوي، يعني حسي كمان، حسي ومعنوي يعني مادي، يعني يكون منارة وعلامة ظاهر واضح للجميع. مسجد ظاهر واضح للجميع، ما هو السرداب تحت الأرض، لا الجامع أذن الله أن ترفع. صح. حسي ومعنوي، ومعنوي كذلك بياخد ان هو طبعا فيه الطهارة والنظافة وغير ذلك، ده كله برضو حسي، والذكر وهكذا. فبيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه البيوت دي المساجد التي لا يبنى عليها شيء. ده المسجد الذي لا يبنى عليه شيء، ده اللي ربنا أمر به. المساجد الزوي بقى اللي هي زي ما تقول، وده حرام هده بقى، معلش أنا بتعلم المسجد يعني ده ما خصص للمسجد يظل مسجدا إلى يوم القيامة. لا يجوز تغييره ولا تبديله. لا يجوز تغييره ولا تبديله. الارض غليت، لا لو بنينا هنا ولا ايا كان. لا يجوز التغيير والتبديل الا اذا كان لضروره وبديه، دي حاجه تقدر بمقدارها وفي حينها. واهل العلم هم اللي يقدروا الظروف دي. تمام. لكن الاصل ان المسجد يظل ما خصص يظل في مسجدا. كويس. الزاويه كذلك خصصت للصلاه. يبقى تظل للصلاه. يظل هذا المكان للصلاه. بيصلوا فيه بقى الفرائض، لان ممكن يكون المسجد بعيد، الجامع مسجد بعيد عنهم شويه، في ناس كبار السن عايزين ياخدوا ثواب جماعه وكذا، فيبقى ده هنا نصلي بقى الفجر. لكن لو انا عملت زاويه صغيره كده زي ما يعني تحت وفي ادوار فوق فيها ناس ساكنه، وطبعا في دورات مياه وفي غيره وفي غيره، انا بسال بفضول الناس. نعم ده مكان للسجود، زي ما انا بصلي في الشقه عندي وفي دور، وفي دور عندي علوي ناس ساكنين فوقي وعندهم دورات مياه وعندهم. صح. وعندهم. صحيح. فده مكان للسجود. المكان للسجود ده طاهر، يبقى صالح للصلاه وطهارة الثوب والمكان والبدن. الجامع، الجامع ده بقى اللي يقام فيه الجمعة. والجماعات اللي هو المكان المسجد الخاص القائم بذاته. تمام. اللي هو أذن الله أن ترفع. يبقى هنا ما دام خصصنا ده مكان لإقامة الصلوات، يظل مكان لإقامة الصلوات. طيب ما يجيش الشيطان يضحك علينا بقى، اصل بياخدنا واحده واحده. ناجره ونعمل مش عارف ايه، وبعد كده بعد فتره احنا محتاجين للمال الايجار بتاعه وهكذا. لا دي مداخل، يبقى المكان كما هو، واهل الخير لو فتحوا اهل الخير هيقوموا عليه ويأذنوا فيه ويصلوا فيه الصلوات بدون الجمعه. يعني ده مكان يصلى فيه الصلوات. طب ما تيجي نخش هنا مدخل حلو في الاحداث اللي بتحصل فينا، ومدخل جريء كمان.
وانا عارف حضرتك دايما هتعلمنا يعني الجرأة ما فيهاش مشكله مع عالم كبير زي حضرتك هتقول لنا الصح ايه. في مشكله ان انا ابني مسجد في وسط مكان بيسكنه غير مسلمين، وفي مشكله بمفهوم المخالفه والعكس، لو في مكان بتقام فيه دور عباده بمفهوم المخالفه في مكان غالبيته مسلمين، في مشكله من يعني في حساسيه في ده، في حاجه عندنا تنهانا عن ده. الامر ده لا في حساسيه ولا في اي شيء، لكن ده بيترك لولي الامر كهيئه تنظيميه. ولي الامر بينظم، ولي الامر يطاع في هذا. يعني دي من الامور المباحه، اقيم هنا مسجد او لا اقيم هنا مسجد، ده مباح. سيدنا عمر ما رضيش يصلي في الكنيسه قيامه. واقيم هنا كنيسه او لا اقيم هنا كنيسه. يبقى ده بيرجع لولي الامر، ولي الامر بينظم هذا الامر. ولذا حتى الدوله في المدن الجديده بتخصص مكان للمسجد. لا، في كل مكان تخصص مكان للمسجد اصبح ده مسجد، وتخصص مكان للكنيسه يبقى اصبح دي كنيسه. يبقى ده بيترك لولي الامر ينظم ويخطط في هذا حسب احتياج الناس. يعني بيراعي مثلا ان هنا غالبيه السكان مش قضيه، برضه بيراعي عشان يستعمل كاستعمال قضيه ان المسجد المكان ده يحتاج مسجد. المكان هنا يحتاج مسجد، وان اقرب مسجد بعيد. ليه؟ البعد المسافه بينه وبين المسجد الاخر. يروح يصلي مثلا الفجر، يروح يصلي الظهر، يبقى بعيد وهكذا. وطبعا مش كل ميسر له المواصلات ويركب سيارته ويروح والى اخره. يبقى المكان اذا احتاج مسجد فبيقام مسجد في هذا المكان. والمكان المسجد ده يعني رب العالمين لما قال في بيوت اذن الله، الاذن هنا يعني بمعنى اباح اجاز الله لنا. طيب هنا الإذن يعني يا ربي أقيم في هذا المكان بيتا لك وأبني بيتا لك في هذا المكان، فبيدل على أن المسجد أولا والسكن ثانيا. المسجد يكون سابق المسجد. ليه؟ لأن مش هودي ناس هناك يقعدوا في المكان ده وما لقوش مكان يصلوا فيه جمعة ولا جماعات. يبقى المكان يكون موجود فيه مسجد. الأسبقية تكون للمكان، للمسجد مش للمكان، للمسجد مش للسكن. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يبني بيته بنى المسجد، بس ده عشان كان بيقيم دولة لسه. ما هو ده مكان جديد، ما هو يعتبر ما هو مكان جديد. طيب أنا برضو زي ما قلت بتعلم من فضلتك. يعني طب ما احنا ساعات بنقول للناس لو معانا يعني مال للخير أو الأوجه من أوجه الخير، وعندنا ناس محتاجين مستشفى بنقول المستشفى اولى، محتاجين مدرسه فالمستشفى اولى، المدرسه اولى. علمنا بقى. طيب هنا في اولويات دي فقه الاولويات. فقه الاولويات، فقه الاولويات ما يعني اصل الامور الاصليه ما الاصل كده، لكن لما بيجي يقتضي الحال فاحنا بنتحمل مقتضى الحال. بنتحمل ايه؟ عدم اقامه مسجد الان لان هناك ضرورات بتاخد خدت الزكاه وخدت الصدقه. يعني ابواب اخرى خدت من الناس مال الزكاه ومال وصدقه التطوع. يعني انا عايز اقول ايه؟ فالمريض بيقدم. أيوه. لان الارض رجعت لي الارض مسجدا. بالظبط. الناس تصلي في اي حته لكن مش هيقدروا يتعالجوا في اي حته. التعليم بيقدم. سداد الدين بيقدم. كشف الضر والمكروب والى غير ذلك، ويعني ومن ستر مسلما ومن كشفها وهكذا. دي كلها امور بتقدم على هذا. وبعدين ربك يقدر بقى بعدين نقيم المسجد، في حين ان احنا ممكن نتحمل. ممكن واحد يبقى هنصلي الفرائض في البيت، وممكن عند الجمعة نركب أو نروح أو نتحمل شوية. ما هو برضو كان في المدينة مسجد واحد، وفين مسجد قباء كان بعيد على مسافة بعيدة. طيب. فدي مقتضى، دي اسمها فقه الأولويات. طيب. لكن لو ما عنديش الأمر ده يبقى أسارع وأبادر في بناء المسجد. طيب. نرجع تاني لأصل السؤال. أنت شفتي مش قلت لك ربنا جعلك سبب يا مدام هالة في إن أنا أفتح أسئلة كتيرة مع الدكتور؟ لسه هفتح تاني. في النهاية أنت حضرتك تنصحهم مفيش حاجة اسمها كده، لا خلي يفتحوا المكان، يفتحوه ويصلوا وفي أذان وفي صلوات، ولو بيبلغوا بيه حتى، ولا الزوايا مالهاش دعوة بالأوقاف؟ لا، لو فيه تنطبق عليها شروط، يعني شوفوا له حد يتولى، لو تنطبق عليها الشروط الأوقاف بتضمها، الأوقاف حتى لو كان زاوية صغيرة. لو تنطبق عليها الشروط تمام في المساحة يعني.